ليك البطولة مبينة كتير حلوة سبيشالي مع أجنبيين، عم تشوف دور اللعيب اللبناني عم ياخد فرصة أكتر غير مع ثلاث أجانب، عم تعرف مع ثلاث أجانب كتير صعب حدا يقدر ياخد الشانس تبعه سبيشالي إذا كان صغير. هلا عم تشوف بهيدا الليج يعني بعد ما قطع 8 جولات هلا التاسعة، عم تشوف إنه في كتير لعيبة صغار عم يبينوا عم ياخذوا تشانس تبعهم، خاصة من كوتشية يعني مع مع ثلاث أجانب ما كانوا عم بيسترجوا يوثقوا فيهم يعطون هالتشانس، تعرف لأنه بيكون في بريشر أكتر. بطولة مبينة كتير حلوة، في كتير كومبيتيشن بين الفرق، الصغير عم بخسر الكبير والكبير الكبار عم ينافسوا بعض، الصغار عم ينافسوا بعض، في كومبيتيشن كتير حلوة. وأنا بقول أكيد الاتحاد ما غلط بهذا القرار اللي أخذوه، مع إنه في كتير من الأندية والإدارات كانوا ضد هذا القرار، بس أنا بقول إنه it was a good decision وإن شاء الله تضل هيك. فريق الحكمة فريق كتير بلش منيح، كان عندنا first win وهذا كان الوحيد، بس أنا بقول إنه رح عم نتحسن جيم بعد جيم، يعني بتعرف نحن فريقنا صغير ولا ياخذ على بعضه بده شويه وقت، ونحن اكيد فول تراست بكوتش غسان اللي عم بيعطي التاتش تبعه بالفريق، ونحن معودين عليه يكون دائما معهم فريق صغير وعم يعمل فيه نتائج. فول سبورت لنا كلنا منه هو يعني، ونحن عم نشوف هالشيء يعني حتى عم بيعطي تشانسز للاعبين بعد ما فاتوا على الجامعه، وهذا شيء مش حيلا كوتش بيسترجي يعمله. ونحن بتعرف كلنا قد ايه بنحبه الكوتش وبنوثق فيه ثقه عمياء. بس شغله جمهور الحكمه ضلوا ورانا، لانه صدقوني انتم اللي موقفين هذا النادي على اجري، وانتم من ورانا احنا من وراكم احنا هون وبعدنا ماشيين بهذا الفريق، ولو ما انتم صدقوني احنا مش هون. وعن جد يعني لو كنتوا معنا بجيمين من قبل كان قطعوا، انا كنت متاكد 100% انه بنربح الجيم. خليكم ورانا وان شاء الله الدخان الابيض بيجي على هذا الفريق وبنكون كثير بنكون على السكه الصحيحه بنرجع. وكرمال المنتخب نحن صراحه يعني انا عم بعمل اكسترا ورك مني لحالي دائما لاقدر اكون بارت من المنتخب، لانه هذا شرف لي وشرف لكل لعيب لبنان. نحن عم نلعب هذا الليج كرمال نقدر نكون بارت من المنتخب ونمثل بلدنا، لانه هذا اكثر شيء شرف ممكن يكون لك انت عم تلعب بالكارير تبعك، وان شاء الله اقدر اكون بارت من المنتخب ونبيض وجه لبنان يعني ونتاهل على الورد كاب.